لأول مرة في مصر أنت وبس. هي اللي بتدعمني مش أنا اللي بدعمها، يعني أنا هون من خلال أنت وبس بدي أقول لزوجتي الدكتورة ديما أنت وبس اللي الله يخلي لي إياكي، لأنه عن جد من غيرها أنا دايما بقول أنا صار لي 18 سنة في مجال العمل، يعني ديما اختصرت، يعني لو كان بدي اكون هون من غير ديما كان محتاج 28 سنه، مش يعني اختصرت 10 سنين برياحه بوجودها معي، لانه ديما مساعداني كثير في العياده كطبيبه ومساعداني كثير في البيت كزوجه وكأم، ف من غيرها كان يعني اكيد مش حكون معاكم اليوم. اخوي الصغير تخرج السنه طب اسنان وبيختص هلا في لندن، بنت اخوي هلا حتدخل طب اسنان، فانا بستثمر في العيله. انا فلسطيني، عندي ولدين تاليا وكرم، تاليا 6 سنين وكرم 3 سنين. لا هي تخصص كونزرفاتيف دنتستري اللي هو طب الاسنان التحفظي، جزء منه طب الاسنان التجميلي طبعا. انا بالعكس يعني في كثير بسمع كلام انه مش زهق في البيت وفي الشغل مع بعض، لا احنا يعني بنحاول نظبط مواعيدنا نكون بالعياده مع بعض حتى مرات، بس هلا بعد ما صار في اولاد يعني بنحاول لا انه هي تيجي على العياده انا اروح، بحيث انه كمان ما نتركش الاولاد لحالهم. في شغله هون بدي احكيها، انه العالم دائما بتقول انه او الميديا والميديا، انا بقولهم الميديا شيء جدا مهم في كل المجالات، مش بس في الطب وفي الحياة وفي السياسة وفي أي مجال في العالم، الميديا شيء جدا مهم. وكانوا زمان يقولوا عن الصحافة السلطة الرابعة، أنا هلا بقول لا، هي السلطة الأولى، يعني هي اللي بترفع وبتنزل أي شيء في العالم، سواء الصحافة العربية أو العالمية. فالميديا شيء جدا مهم. أنا مشواري في الميديا بلشت، أول ظهور كان إلي كان من خلال برنامج اسمه أنت أجمل على دبي تي في، واستمرت معهم 10 سنوات اسبوعيا. بس وبدايتي مع قناه ام بي سي كان برنامج صباح الخير يا عرب، دائما كانوا العالم يقولوا لي احنا شفناك مع جويل، ويقولوا لجويل احنا شفنا الدكتور مجد معك، بس احنا ابدا ما طلعناش مع بعض. لحد ما اتصلوا في البرنامج وقالوا لي بدناك تطلع معنا. كان طبعا جويل صار لها 7-8 سنين طالعه، وانا كان صار فتره بطلع على التلفزيون. انا وجويل عملنا حالات كثير حلوه، وهي جويل كانت حصرا تبعث لي الحالات الصعبه، يعني هي جويل اشتغلت مع كثير دكاتره اسنان، بس الي كان حصرا الحالات اللي كثير مستعصيه وكثير صعبه اللي كانت تبعث لنا اياها. واشتغلنا مع بعض يعني فتره طويله، وبكنلها كل يعني هي حتى على المستوى الشخصي يعني صديقه جدا عزيزه، وبنتي وبنتها يعني ما بيعرفوش يقعدوا من غير بعض. انت وبس .com. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري.